أنا سيد سيما، شغال في الوسط الفني بقالي فوق 45 سنة. الأستاذ الكبير يوسف شاهين طبعا هو سماني سيد سيما، لأن أنا عندي كفاءة في الشغل وفي اللماح وعندي ذكاء شوية. أوائل الستينات بدأت أجيب عربية كانت بتاعت مدير شركة أسطن في مصر هنا، والعربية دي اشتريتها ب70 جنيه وكنت وضبطها وبدأت أركبها وأشتغل بيها. بدأت أجيب عربيات تانية برضو، بقيت كل مبلغ أحوشه أشتري بيه عربية. كانت العربيات دي كلها أكتر خشب، يعني بتعمل هيكل خشب وبتكسي صاج. يعني عندي العربية القديمة اللي هي الأوبرون دي، جانتي خشب، برامق خشب، عربية طبعا 1900، عربية نادرة، أعتبر أقدم عربية في مصر. عندي عربية الأستاذ يحيى شاهين، وعندي عربية صباح، وعندي عربية اسماعيل ياسين، وعربية عصام النابلسي، وكنت باخد عربية أمينة نزل وما خدتهاش بعد ما خدتها ورجعتها تاني، وعندي عربية الرئيس السادات موجودة عندي. ما بدأت العجل بتاعي بدأ يبان ويظهر، بدأت يعني بدأوا يكتبوا المؤلفين، بدأت تكتب قصص قديمة. في كان سعيد في الجامعة، عملنا طبعا العربية اللي هي كانت موجودة مع في الفيلم، طبعا سعيد في الجامعة برضه كانت عاملة موضوع حلو يعني. وعندي الفيلم بتاع عزة اللي هو العيال هربت دي، برضه كانت الفيلم كله معمول أغنية كله على العربية دي، برضه كانت حاجة. عندك برضه بتاع اسمهان برضه اللي احنا لمناها في الترعة دي، برضه جينا ببوت الحلواني راح نصوره، كان بريم الصحن المخرج جه بقى اتكوا عليا، وكان ايامها ممدوح الليسي عايزين حنطور عشان نشتغل بيه بوت حلواني. قلت لهم ماشي بس ادوني فرصه. اتوقف المسلسل لمده 6 شهور عبال انا ما جهزت الحنطور وضبطه واشتغلنا بيه بوت حلواني وكس مدينه والشارع الجديد وجمهور الزفت، اشتغلنا بيه كذا حاجه بعد كده.